بقول لك لو هكتب لك روشتة هكتب لك فيها كلمتين، هكتب لك فيها ممنوع العصبية، ما تسمحيش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموتي في النهاية، أنت اللي هتدنك نحيفة ومعصعصة ومحدش هيبص عليكي. الله عليك، ما بتقول لك جبت من الآخر. تمام.